السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احنا متابعين؟ النهارده معانا تحدي جديد، معانا مريم ومعاذ من التحدي في النادي. يلا بينا يا معاذ نبدأ مع بعض التحدي. جاهزة يا مريم؟ جاهز يا معاذ؟ يلا بينا. جاهزة يا مريم؟ هنا معانا البطاطس اللي مش شايفينها كده، اللي مش شايفين. مريم بدأت على طول في التحدي، اصبري يا مريم. يلا بسرعة بسرعة. معاذ خلص السوشي. مريومة يلا مريومة. شايفين معاذ؟ أكيد هو اللي هيكسبك يا مريم. ايه يا معاذ وقفت ليه؟ مش قادر؟ وانت يا مريومة؟ وكده معاذ هو اللي خسر، شايفين؟ مش قادر يكمل. ومريم زي ما هي شغالة مفيش مشكلة. دلوقتي مريم هي اللي كسبت ومعاذ هو الخسران. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك.